العلم نور وسلاح في وجه الجهل وللجهل وجوه كثيره يتغلغل في العراق منها الارهاب والفقر والجوع لكن في بابل يخطو مشروع محو الاميه نحو النور لمنح نساء المدينه سلاحا يحميهن من خطر الجهل وتبعاته جينا هنا على مود امهاتنا الدارسات نداوم جمعه وسبت وتفرغنا لهم تفرغه تامه في سبيل يتعلمون القراءه والكتابه ويكون لهم دعم بحياتهم نعمل استفاده والان س... الان نحن نجد الكثير من الدارسات يتوجهن الينا بالشكر والتقدير وكل الاحترام لمحاضرات بانه تعلموا قراءه القران تعلموا كيف الحروف يت... كي... مع اولادهم الصغار مبادره تكرس دور التعليم في بناء الجيل القادم ونهضه العراق عدد المراكز في محافظة بابل هي بواقع 48 مركز. عدد الدارسين هو 1800 دارس. لمرحلة الأساس والتكميل وصف الخامس والسادس وهذا العدد طبعاً ما جاء عن وإنما جاء بتعاضد الجهود من جهود محافظ الموقر وجهود المديرية العامة وجهود قسم محو الأموية. من رحم المعاناة يولد الإنجاز والتحدي. ومحو الاميه اكبر انجاز في ظل الظروف التي يمر بها العراق